السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر نينو. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. زي ما اتفقنا، سوبر نينو تدبير وتوفير وسهولة. النهاردة يا بنات جاية لكم فيديو حلو قوي، بس برضو حابة أفكركم إن القناة بتاعتنا منوعة، فيها حلويات اقتصادية، فيها أكلات اقتصادية على قد الإيد، وصفات للمبتدئين، حاجات موفرة جدا، حاجات تنفع كفطار كغدا كعشاء، فيها وصفات تنفع جنب كوباية شاي، حاجات سهلة خالص حتى الناس اللي ملهاش في المطبخ تعرف ان هي تعملها، فيها وصفات طبيعية للبشرة للشعر، حاجات متجربة 100%، فيها ريفيوهات عن المنتجات اللي بنشتريها بتاعت الميك اب، بتاعت الماسكات، الحاجات بتاعت ماي واي، فيها ريفيوهات متجربة 100%. حبيت برضه افكركم كده معلومه على السريع عشان لو حد حابب يشترك يبقى عارف محتوى القناه بيتكلم عن ايه، ان هي قناه شامله فيها كل حاجه واي حاجه تتوقعيها. يلا بينا بقى نخش في الموضوع بتاع النهارده. موضوع النهارده هو مهلبيه الشوكولاته، ريفيو كده خفيف كده وبسيط عن مهلبيه الشوكولاته الموجوده في ماي واي. ده شكلها، دي وزنها حوالي 100 جرام، يعني اقل من الربع كيلو. بتعمل معايا من 4 لـ5 اطباق، هي مكتوب عليها 5 اطباق، بس هي بتعمل معايا من 4 لـ5 اطباق على حسب حجم الطبق اللي بتحطي فيه. دي مدة الصلاحية بتاعتها سنة واحدة من تاريخ الانتاج، انما لو فتحتيها ما بتطولش معاكي عشان بترطب وكده، فلو هتفتحيها اعمليها على طول، يعني ما تفتحهاش وتسيبيها. تمام، دي بطعم الشوكولاته، طعمها حلو ولذيذ جدا، فيها النشا فيها السكر. انت كل اللي عليكي ان انت بتجيبي الحله بتاعتك وبتحطي المسحوق اللي هو اللي جوه ده، اهو المسحوق ده، اهو ده الكيسه دي، بتفضيها كلها كده وتفضي عليها كيلو من اللبن او لتر من الحليب، اللي هو اللبن او الحليب على حسب المسمى في كل بلد. بتضيفي كيلو او لتر، الكيلو هو اللتر، يعني مش تبقي عارفه، كيلو زي اللتر، هي بتحطي عليه 4 معالق من السكر او 5 6 معالق على حسب ما انت بتحبي الحلو بتاعك ايه. عايزه تقللي السكر عايزه تزودي السكر، دي حاجه ترجع لك. وبتبداي ان انت تقلبيه على نار هاديه لحد اما يتقل معاكي الخليط زي ما هم كاتبين كده بالخطوات، هتلاقي الخطوات بتاعته مكتوبه عليه كده اهو. تمام، بعد كده تروحي جايه مفضياه في اطباق وتسيبيه يبرد وتدخليه الثلاجه. عايزه تجمليه بتحطي جوز هند، بتحطي مكسرات، قطع فاكهه على الوش. طيب عايزه تعززي الطعم تعملي ايه؟ عايزه شوكولاته كتير بقى، انت بتحبي الشوكولاته، ممكن تبشري على وشه شوكولاته او تحطي شوكليت شيبس او تحطي مكسرات زي ما انت عايزه. بس كمان لو عايزه طعم الشوكولاته يبقى حلو قوي معاكي وكمان ازيد، تمام، زودي كمان مكعب شوكولاته، دي اضافه من عندي انا، زودي مكعب شوكولاته بالطعم اللي انت حباه من اي نوع شوكولاته بتحبيه، هيدي طعم تحفه تحفه تحفه، بتفرق قوي تهكه الشوكولاته دي في اي مهلبيه بتعمليها. المهلبيه بتاعتنا من ماي شيف، دي منتجات ماي شيف عشان تبقي عارفه برضو، حلوه قوي على فكره منتجات ماي شيف. تمام، هوريكم برضو شكل الكتالوج بتاعنا، اللي هو شكل مهلبيه في الكتالوج بيبقى عامل ازاي. اهي دي شكل المهلبيه، اهي مهلبيه الشوكولاته ب7 جنيه وربع، ده في كتالوج شهر 10 2021 عشان تبقي عارفه. المهلبيه دي ب7 جنيه وربع اهو. تمام، هي دي هي اللي في الكتالوج، اهي في كتالوج مايوي. تمام، طعمها حلو جدا لذيذه، عن تجربه زي ما اتفقنا ان اي حاجه بننزلها لازم تكون متجربه عن تجربه، دي حلوه جربيها مش هتندمي عليها، حلوه قوي طعمها لذيذ جدا وسريعه جدا. لو عندك ضيوف او عندك حد مش هتاخد معاكي وقت نهائي، سهله كده حاجه في السريع كده تقومي تعمليها، يا دوبك عقبال ما الضيوف تخش كده وتقعد تاخد نفسها كده تكوني انت عملتيها وحطيتيها في التلاجة تقدمها لهم كده على طول، او ممكن تقدميها دافيه بتبقى لذيذه جدا برده، وممكن تعمليها في كوبايات صغيره كده للاطفال هيحبوها قوي قوي قوي. واحلى وانضف من الحاجات اللي الحاجات اللي بنشتريها من بره، وبرده انت حاجه انت عاملاها في بيتك ومضمونه. وزي برده لو حابه تعرفي طريقه مهلبيه الشوكولاته او الدانت هتلاقيها على الصفحه عندك على القناه، انا كنت عاملاها بس مش اللي هي
هي اللي هي الجاهزه، لا عاملينها كلها من الالف للياء في البيت. برضه انا كنت عاملاها عشان الناس بتحب تعمل حاجه بايديها من الالف للياء، او ما عندهاش مثلا الحاجات المعلبه اللي هي الجاهزه دي، فتلاقي الوصفه عندك كلها بالكاكاو والعاج والحاجات بقى بتاعتنا بقى، انت عارفه الاختراعات اللي بنعملوها. تمام، ده كان فيديو النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني في فيديو جديد وفي وصفه جديده، وسيبوا لي رايكم في الكومنتات، والناس اللي جربت تقول لنا رايها ايه عشان كلنا نفيد بعض.